بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أولا نيابة عن منظمة الرحمة الخيرية وأعضاء المكتب التنفيذي والأعضاء، نود أن نتقدم لكم بالشكر الجزيل لهذه المساهمات وهذا الحضور. وهذا أفتكر في مشكلة في المايك. أولا نعتذر للإخوة أو الأخوات الذين حضروا متأخرين لعدم وجود المكان المناسب، ولكن إن شاء الله في المستقبل سوف نرى هذه المثلة. أولا أود أن أقول منظمة الرحمة الخيرية هي منظمة إنسانية غير سياسية غير دينية وغير ربحية، وكان عندنا ثلاثة برامج أساسية. واحد من البرامج هو برنامج شرق النيل، وبرنامج شرق النيل هو لمساعدة الذين تأثروا بالحرب والذين تأثروا بالمآسي التي حصلت في السودان. وهذا البرنامج سوف يمتد إن شاء الله إلى مناطق السودان أو مدن السودان الأخرى بإذن الله تعالى. أيضا هنالك مشروع آخر وهو مشروع وأطعم الطعام وأفطر السلام. هذا المشروع في جمهورية مصر العربية القاهرة، وتقوم به منظمة الرحمة الخيرية باللجنة المكونة من أستاذة مها وأستاذة حنان وأستاذة جميلة وأستاذة سلمى فرخور، وهي رئيسة اللجنة، وهم الآن في القاهرة. وكان هنالك تشريف ويعني اهتمام كبير جدا، وهنالك حوجة كبيرة وكثيرة للمتضررين والعالقين بجمهورية مصر العربية من الإخوة والأخوات والأسر السودانية المنقوبة بالسودان. وهذه يعني نقطة في بحر، وسوف تواصل منظمة الرحمة إن شاء الله هذا الدعم إن شاء الله تعالى. أيضا البرنامج الثالث وهو الدعم الدوائي، وتمكننا بفضل الله وعونه بإرسال شحنة دوائية. هذه الشحنة الدوائية تم شحنها عن طريق دولة غفر، والشكر لكل العاملين في الدولة وكل القائمين بالسفارة السودانية في الدوحة، وأيضا السفارة السودانية في جمهورية السودان في لندن، والإخوة الزملاء في وزارة الصحة بالسودان، والإخوة في بورسودان والسيد وزير الصحة في بورسودان أيضا، وكل الذين ساهموا في هذا العمل. والآن وصلت هذه الأدوية، كل المساهمات التي دفعتموها وكل المشاركات وكل الأدوية تم شحنها بحمد الله وتوصيلها إلى السودان، والآن هي في السودان على عقب مسألة التوزيع. أقول طبعاً كان في إشكالية وحبيت أكون معكم صريح. بعض الأدوية كان عندها تاريخ نهاية بسيط، يعني very short expiry date. For this reason إحنا we excluded. إذن أكون في أدوية صلاحيات بسيطة جداً. وده موضوع مهم جدا يا جماعه. اي انسان عنده اي ادويه او عنده ادويه محتاجيها، احنا ممكن نستلم هذه الادويه ونوصلها للسودان، ما بطريقه خاصه ولا بطريقه اسريه، انما لاي شخص محتاج. احنا تعاملنا مع مستشفى مروي، وتعاملنا مع مستشفى سواكن، وتعاملنا مع حيكون مستشفى في المبيض، وقد يكون مستشفى في مدينه اخرى. ما في اي اختيار لمنطقه معينه او جزء معين لاي سبب من الاسباب، لكن دي المناطق اللي وجدنا فيها حوجه وكان فيها سهوله بالنسبه للحركه. احنا بنشكر ايضا بروفيسور ابو سين، كبير اخصائيه جراحه في مستشفى مروي في السودان، وايضا كل الشباب وكل الاخصائيين في القلب وفي القلب والاذن والحنجره وفي العظام، وكل الذين ساهموا وساعدوا بمجهودات كبيره جدا لتوصيل وتوزيع هذه الادويه. ان شاء الله سوف يكون ذلك في السودان. مشروع الميرجزي ميديكال سبلاي بالنسبه للسودان مشروع مهم جدا جدا، السودان حيكون محتاج حوجه كبيره، نتمنى انه يكون في دعم وضمان يكون في مساعده. وعايزين نطمنكم انه حيكون في كومبليت ترانسبيرنسي، اي واحد عايز يعرف انه الدواء مشى وين، الدواء تحصلنا عليه كيف، حيصل كيف، احنا وي ار اوبن اور وي كان جيف يو اول انفورميشن المحتاجينها. طبعا احنا عملنا طرح لهذا العمل في البرنامج اللي قدمناه، لكن احتمال الناس تكون ما سمعت او تكون كانت مشغوله بالافطار. فالعمل هيكون متواصل باشياء وبابعاد مختلفه، وهيكون عندنا ان شاء الله دعم ثاني ان شاء الله للادويه، وهذه المره حتكون عن طريق جمهوريه مصر العربيه، وعملنا تواصل مع وزاره الصحه في السودان وفي القاهره، وايضا مع السفارات المختصه لتسهيل اجراء هذا العمل حتى انه يصل الدواء السودان للمحتاجين له وكذا. فنسال الله ان يجعل هذا العمل في ميزان حسنات كل الذين ساهموا وكل الذين شاركوا. هذه رساله مهمه جدا لا
لقد تم توصيل الأدوية إلى بورسودان وهي موجودة ضمن الأدوية المدرجة للتوزيع في المستشفيات المختلفة. في أشياء كثيرة ثانية يا جماعة نحن افترض نكون عليها حريصين. مسألة العالقين أو المتواجدين بجمهورية مصر العربية بالقاهرة. أنا كنت بالقاهرة قبل أيام. حقيقة في مشكلة كبيرة جدا جدا لأنه الناس ما لاقي حتة تسكن فيها، الناس ما لاقي حتة تأواها، وحتى الأسر اللي جات في الظاهرة الأخيرة الآن الناس بيجوا عن طريق التهريب، وطبعا التهريب عبارة عن دخول غير شرعي، ولكن يتم شرعية هؤلاء الناس بتقديمهم للأمم المتحدة أو الجهات المختصة في مصر. فدي أشياء مهمة جدا والناس محتاجة إنه تقدم مساعدات لهؤلاء الناس بمعنى صديق. ايضا المشروع الثالث اللي هو طبعا الرحمه، نحن نشكر لجنه المراسم والضيافه بقياده ورئاسه الاستاذه ناديه عبد اللطيف وكل اعضاء اللجنه وكل اعضاء المكتب التنفيذي الذين ساهموا في اخراج هذا البرنامج. وقبل ان اختم هذه العجاله اقدم لكم الاخ الاستاذ مستر تركين. Of course, Turkey is very well known to us, and Professor Sheikh Asif as well, they are very well to us. They supported us, طبعاً هم ساعدونا في مسألة مقبرة الرحمة، والرحمة كان عندها مقبرة وهذه المقبرة ما زالت مستمرة. كان الدعم والمساعدة على الطريقة. نتمنى أن هذا العمل يستمر ويكون في مساهمات. I will introduce Brother Turkin, the acting ambassador for the Pakistani government. تفضل، thank you very much. Thank you very much for your invitation as usual. For my Sudanese brothers and sisters, Brother Badr and all his team, we've been invited every year. MashaAllah, we've been, this is our 10th year here. We've been invited. I'd like to thank you all for your hospitality and always inviting us for the lovely food and company. Brother Badr and your team has done a wonderful job as usual. Thank you very much. Brother Asif, would you like to say a few words? Inshallah. Thank you everyone. Thank you again. Assalamu alaikum, brothers and sisters. Hello, how can you hear me? Yes, so thanking and my colleagues that came with me are thanking you for your lovely hospitality, Brother Badr, and your committee. We look forward every year. Yeah, we try not to miss this event of yours. And mashallah, we see every year, we see more and more people do this event. So it shows how good this community is engaging and coming together, yeah, for the betterment for everybody. I hope Allah keeps you happy, keeps you together. Yeah, remember us in the du'as, and most importantly, as you know what's happening around the world as well, please remember people in Palestine and Gaza in the difficult time that they're going through as well. The other thing, those of you who don't know me, I'm the development manager at Eternal Gardens, the Muslim cemetery, that we go back with Brother the last 10 years when we first opened. There's over 3,000 Muslim brothers and sisters and children that have been buried there now. In a very short time, in 10 years. We've got a Lawaras area where people can't afford and we help them in that burial. On the 28th of April, Brother will have an invitation to select a few of yourselves to come along with him, inshallah, in the opening of our new same cemetery, but an expansion on our side. So please remember us in the du'a, my dear. Jazakallah khair. Assalamu alaikum.